ندخل على السؤال الرابع. طبعا بقى السؤال ده مهم جدا، هل في قوانين بتحكم الموضوع ده، ولا ينفع اي حد ينزل المنتج بتاعه في الصيدليات، ولا لازم ترخيص من وزارة الصحة؟ كمان بقى فكرة البراند بتاعي هنزله على اساس ايه؟ يعني ازاي اوصل لنقطة تمام، اصلا ان انا يبقى عندي براند؟ طبعا السؤال هنا متقسم لكذا حاجة، والاسئلة دي كلها انا لكذا بقولها لي حاجة. اكتر من مرة. فحضرتك طبعا بقى ايه يعني ايه هتقسمي السؤال على حسب تشوفي الاولويات بالنسبة لك في الاجابة هتبقى ازاي، واحنا معاكي طبعا هنسمع معاكي. تمام. اتفضلي. أول حاجة، إحنا مهنة الصيدلة مهنة التركيبات ما بيمارسهاش غير حد، طبعا دكتور صيدلي متسجل اسمه ومقيد بوزارة الصحة، ده رقم واحد. الشغل اللي إحنا بنلاقيه إن أي حد يعمل تركيبة، وده الليجل تماما. تمام، دي أول حاجة، لأن أنت من حقك تمام. من مزاولة المهنة بتاعتك أصلا إن أنت تمارس مهنة التركيبات. أول حاجة، القوانين اللي بتحكم الموضوع دوت، كان قبل كده أنت تقدر تصنع تركيبات وتحطها باسم صيدليتك في صيدليتك فقط، وتتباع في صيدليتك فقط، تمام؟ لكن ما توزعهاش على صيدليات تانية، ممنوع، ده الليجل. طب إمتى يبقى ده مسموح؟ لما أنت تسجل في وزارة الصحة وترخص المنتج بتاعك. طيب مؤخرا إيه اللي حصل؟ بقى للأسف ممنوع إن أنت تصنع تركيبة وتحطها بليبل للصيدلية على الرف. لا، أنت مطالب فقط إن أنت تصنع التركيبة اللي بينزل بيها روشتة من عند الطبيب. في شوية تغييرات كده في التفتيشات، فهي اللي عاملة كل فترة بيبقى فيه عندنا شوية تغيير. آخر تغيير وصلنا له هو موضوع إن إحنا بنغير ان احنا مش مسموح ان احنا نبيع ولا نصنع تركيبات الا التركيبة اللي جاي بيها بريسكريبشن من عند الطبيب. تمام يا دكتوره، بس ثواني بقى كده، خلينا هنا شويه كده في الحته دي. يعني انا دلوقتي لو انا تمام. صيدلي وبعمل مثلا تركيبات ليها علاقه بحاجات، مثلا ليها علاقه بالحاجات التجميليه او مرطبات او ايا كان، انا مش مسموح لي ان انا احط اي منتجات من منتجاتي مع اني انا صيدليتي وباسمي وكل حاجه، ما ينفعش ان انا اسوقها من جوه الصيدليه، ده هيبقى مخالف كده صح؟ ده مخالف. لكن ممكن انت بقى ساعتها اللي مش مخالف تستعين مثلا ان بطبيب. السكيمة بتاعت الدكتور اللي جايه من عند الدكتور انا باخد، طب انا لا، اعرف منين بقى ان هي جايه من عند الدكتور؟ انا باخد صوره من الروشته ما هو وبعينها انت معايا زي دفتر الجدول كده؟ بتاخدي، ايوه، احنا عندنا بيبقى فيه دفتر بتاع التركيبات. الدفتر ده بتسجلي فيه الطريقه والخطوات والماتيريال اللي عندك وجبتيها منين، وبيطلع عليها التفتيش لما بينزل تفتيش. تمام، وبيسألك طبعا فيها برضو عشان يضمن ان انت اللي عاملاها مش جايباها من حد من بره، طبعا طبعا، لازم ايوه، تكوني ده انت فاهمة. اساسي، طب لازم يعني طبعا تبقي ساعات فاهمه بتتاخد الخطوات. مخالفة لو ما عملش كده، بتتاخد مخالفة؟ والله على حسب التفتيش يعني. في الغالب ان شاء الله، يعني ان شاء الله بيبقى فيه طبعا يعني ايه ساعات انذار. تقدير للموقف على حسب، بس هو الصح ان هو لا كده مخالف. تمام، بس في طيب. ناس شوية بتقدر انها تعمل ايه، بتطلع للطبيب مثلا تقول له والله انا بصنع حمام كريم، بصنع كريم تصفيف شعر، بصنع سيروم هيالورونيك، فانا هستأذنك لو انت تقدر تكتب لي بريسكريبشن مثلا بتاعتك فيها مثلا تركيبة لكذا. وهو يحط التركيبة فهم بتاعته فيها. مثلا فهم بيحاولوا يعني يخرجوا من الموقف بشكل ما يعني يعني اخر. الحل هنا هيبقى برضو مع طبيب الجلدية، يعني الحل الأساسي هنا هيبقى مع مع اي طبيب طبيب. الجلدية. بالظبط، على حسب انت ناوي تشتغل تركيبه ايه. يعني انا مثلا في بعض من الصيادله بيشتغل مثلا تركيبه الاو ار اس حاليا ناقص، تمام. فبيشتغلوا منها كميات، بس بيتفقوا مع دكاتره الاطفال اللي أطفال. حواليهم ان هم يظبطوا البريسكريبشن معاها. يعني هي الموضوع على حسب الطبيب متعاون معاك ولا لا، والطبيب مقتنع بمهنه طبعا التركيبات ومتفهمها وهناخد ولا بالنا لا. برضو زي ما حضرتك بتقولي موضوع التعاون، ممكن طبيب يقول لك لا ماليش دعوة وطبيب تاني يوافق ما بقاش عنده مشكلة، كتير يبقى لازم تبقى كتير علاقتك يعني، كويسة بالناس اللي حواليك عشان تعرف تعمل حركة زي مش دي. بصي، هي مش علاقة قد ما هو اقتناع من الطبيب، انت أكيد وقدرتك على تقنع الطبيب. يعني في مثلا بالظبط. كانت زميلة بتحكي على طبيبة هي ما اقتنعتش خالص ان هي تكتب مثلا سيروم الهيالورونيك بتاعها التركيب، ما اقتنعتش. هي مقتنعة مثلا بالبراند المستورد، مع ان الزميلة مثلا سابت لها عينات وكده، وهي رفضت حتى تجرب العينات.
ده خلاص ده بابه مقفول، ده ما تروحلوش تاني. اه فهو انت بتختار اللي هو يا الطبيب اللي عنده استعداد، يا اما اللي الطبيب مؤمن اللي هو بالفكرة أصلا. يتفاهم مؤمن بالفكرة. ده بيبقى سهل، بس في طبيب عنده استعداد ان هو يتفاهم يجرب. اه يجرب. لكن في طبيب تاني ما بيبقاش عنده بيخافوا طبعا سليم يغامروا او خالص. كده، لا يبقى في مشكلة او حاجة. هي بتبقى قناعات، يعني في دكاترة مثلا اطباء جلديه بيبقى قناعاتهم كلها شغل الجلسات، وفي دكاترة مثلا قناعاتهم المنتجات المستوردة. فهي بصي هي على حسب مدرسة الطبيب ده ايه. تمام يا دكتور. طيب البراند بقى يا دكتور. طب دكتور في حاجة كمان اللي هو التسويق عن طريق الشغل الأونلاين والحاجات دي، لو حضرتك عندك مثلا برضو معلومة بخصوص الموضوع ده ممكن تفيد عدد من الصيادلة. هل التسويق الأونلاين أصلا برضو مصرح بيه ولا عليه مشكلة أو حاجة؟ التسويق الاونلاين ده مصرح بيه في حالة ان المنتج بتاعي مرخص، حقي اعمل بقى اللي انا عايزه. تمام. لكن مش هيبقى طبعا مصرح في حالة ان انا مش مرخص. طبعا في جروبات كتير وبراندات كتير اونلاين ومش مترخصة، بس طبعا بنصحهم بالترخيص جدا، لان الموضوع يعني السكيل عمال يضيق قوي. فعلى الاقل من باب الحماية ان هو لازم يحمي نفسه. تمام. يعني أنا لو يعني بادئ حتى على سكيل ضيق مثلا مع أصحابي مع قرايبي لا ده عادي، يعني لو انا ادم مش بعمل اعلانات مموله، أيوه مش قاعد، مش كرومي، مش جروبي مثلا انا حتى عامله مثلا عامله على عدد قليل، مش بعمل له اعلانات في جروبات الكلام ده، هقول لك اوكي ماشي بينه وبين صحابه تمام. ممكن حتى يعمل جروب على الواتس لو الموضوع على سكيل ضيق جدا تمام. يكون أأمن يعني. لكن الجروبات والبراندات دلوقتي بصراحة هي كلها مهددة بصراحة، ولازم كل حد يشوف حل لموضوع الترخيص. يعني طب ماشي يا دكتوره. طب احكي لنا كده، لو انا عايزه اعمل بقى ترخيص من وزاره الصحه، او فكره ان انا مثلا اعمل براند باسمي، مثلا انا انزل براند مثلا اسمه ندى في السوق، تمام تمام؟ ازاي اوصل تمام لفكره ان انا ممكن اعمل براند؟ هل هو المنتجات كلها هتدخل تحت البراند ولا كل منتج بياخد ترخيص؟ يعني فهمينا اكتر الموضوع بيتم ازاي عن من فكرة المراخيص. الترخيص. فكرة الترخيص ان انا في الاول لازم ارخص كيان شركة، دي اول حاجة، اول خطوة لازم اقول ان انا شركتي يا جماعة انا جاية ارخص شركة ندى. تمام، بترخصي الشركة وتخلصي اوراقها، وبعد كده تبدأي ترخصي منتج منتج، كل منتج لوحده، مش بيبقى المنتجات كلها مع بعض. وزارة الصحة لا، بترخص الشامبو لوحده، البلسم لوحده، حامي الكريم لوحده، كل حاجة لوحدها، وكل منتج ليه الباكج بتاعه وليه أوراقه وليه ملفه، بيبقى منفصل تماما عن المنتج التاني. يعني تمام. يعني كل منتج لوحده مفيش حاجة اسمها ان انا هرخص المنتج على بعضه. مثلا لو قلنا مثلا منتج اسمه المنتجات كلها مرة، لا كيم مفيش، روزا معرفش ايه، ايا كان بقى الاسم الحاجة اللي احنا لا بنشوفها مثلا، ما ينفعش. اه تمام. طيب تمام خلاص. تمام كده بالنسبة للسؤال ده. في عند حضرتك اي اضافة فيه؟ إيه لا هي الإضافة بس إن إحنا يا جماعة لما نبدأ نشتغل تركيبات نحاول إن إحنا نجرب كتير. إيه لقيت خلاص كم منتج ظبط معايا وجربتهم على إيه مثلا في خلال سنة، ولمثلا ناس من قرايبي وأهلي والدنيا كويسة، لا خلاص أبدأ إن أنا آخد خطوة في الترخيص. ليه لأ؟ صيدلي أولى من ناس كتير للأسف مش صيادلة بيقوموا بعملية الترخيص. واحنا اكفأ واحنا احق يعني. فما تخليش ان انت تكسل ولا تخاف، شغلك اونلاين هيحتاج مجهود وشغلك كترخيص برضو هيحتاج مجهود يعني. فخلاص حط مجهود في حاجة ليها اساس، هتبقى موجودة في السوق طول عمرها ان شاء الله. فدي يعني اكتر حاجة ممكن اقولها لهم يعني. تمام. طيب هل التراخيص بتاعت وزارة الصحة دي تكلفتها بتبقى عالية يا دكتورة؟ مثلا كبداية، مثلا لو حد أول مرة، يعني لو عند حضرتك فكرة الترخيص ممكن بيتكلف للمنتج قد إيه، لو في أي مثلا معلومة عن الموضوع؟ بصي يا دكتورة، هو الموضوع متفاوت شوية على حسب التسهيل، بس بيتراوح يعني ممكن من 30 ألف ل 50 ألف، ده للمنتج الواحد. بيبقى بقى فيه الخطوة التانية اللي انت بتصنعي بقى كمية، تصنيع الكمية شوية بيكلف برضو، لأن بتبقى لسه في البداية، انت مش عارفة الكمية دي هتخلص ولا هتسوق لها ازاي. عشان كده لازم تبقى حاطط بلان التسويق قبل بلان التصنيع.